بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي آية أخرى: ولو كره الكافرون. هذه الآية المباركة أو هاتان الآيتان المباركتان تشيران إلى حقيقة وإلى سنة من سنن الله عز وجل في هذا العالم، لأن الله عز وجل أودع في هذا العالم سننا كثيرة. من تلك السنن أن الشيء الصحيح الحق يفرض نفسه وإن طالت المدة. المثل يقول: لا يصح إلا الصح أو إلا الصحيح. إذا هناك شيء، هذا الشيء حق، يعني هذا الشيء صحيح مطابق لما خلق الله عز وجل في الكون أو في نفس الإنسان، هذا الشيء الصحيح سيفرض نفسه آجلا أم عاجلا، وهذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون الذي لن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى تحويلا، يعني لن تجد لسنة الله تحويلا. الآية تقول إن الله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وآله بالهدى ودين الحق ليظهره. الإظهار في اللغة بمعنى الغلبة، يعني إذا جيش تغلب على جيش آخر يقال ظهر عليه. الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليس هذا الأمر بمعنى أن الله عز وجل بطريق المعجزة وخلاف القوانين الطبيعية يسبب غلبة هذا الدين على سائر الأديان، وإنما هذه حقيقة كونية. هذا الدين ما دام هو دين الحق الدين الصحيح، هذا سيفرض نفسه. صحيح في ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ستكون الغلبة الكاملة، ولكن هذا الدين ما دام هو حق سيتغلب، ونحن علينا أن نسير ضمن هذه المنظومة المتكاملة المسمات بالشريعة الإسلامية. طبعا ليست الشريعة الإسلامية منحصرة بالحدود. الآن يمكن تسمعون في الأخبار وفي الإذاعات أن بعض الحركات الإسلامية مثلا في شرق البلاد الإسلامية وغربها تنادي بتطبيق الشريعة، ويقصدون بتطبيق الشريعة إجراء الحدود الشرعية كقطع يد السارق مثلا وجلد الزاني أو رجمه مثلا. الشريعة ليست منحصرة في هذا الأمر، الشريعة الإسلامية واسعة تشمل كل نواحي ومناحي الحياة. الحدود هذه آخر الحلول،
آخر الداء الكي، الحد الشرعي هذا آخر حل. حتى في القرآن الكريم عندنا أكثر من 6000 آية، أقل من 10 آيات حول الحدود، يعني ما يقارب 6000 آية أخرى حول مسائل أخرى. فالشريعة ليست منحصرة في الحدود، احنا نحصرها في هذا الجانب. الشريعة الإسلامية عامة لكل أمورنا، والله عز وجل في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام بيّنوا هذه الشريعة بمختلف أمورها. يعني الشريعة ليست منحصرة فقط في العبادات، وليست منحصرة في المعاملات، وليست منحصرة في بعض الأحكام الشرعية. الشريعة واسعة، تشمل الآداب، تشمل الأخلاق، تشمل علاقة الزوج مع زوجته، علاقة الأب مع أبيه، تشمل أيضا كيفية المعاملة مع الآخرين، تشمل كل هذه الأمور، تشمل السياسة وتشمل الاقتصاد وتشمل الاجتماع وتشمل كثير من هذه الأمور. حتى القرآن إذا تراجع كم حكم شرعي موجود في القرآن، يقولون آيات الأحكام 500 آية، زين البقية شنو؟ بقية في أمور أخرى. حتى نفس آيات الأحكام أيضا في ضمن الوقت اللي مبين الأحكام الشرعية مبين مسائل أخرى أيضا. الله عز وجل الذي خلق الإنسان، وهذه الخلقة الله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان فصل له ما يناسبه. يعني إذا في الثوب فصل، الخياط الماهر فصل الثوب على مقياس جسم الإنسان، شوف هذا الثوب يناسبه. أما إذا الثوب فصل بقياس أكبر أو أصغر، شوف الإنسان لا يلائمه ذلك الثوب. الله عز وجل الذي خلق الإنسان فصل للإنسان ما يناسبه في أموره كلها، بس يبقى على الإنسان أن يطبق تلك الأمور، لأن الله عز وجل ميز بين الإنسان وبين الحيوانات بأن الله عز وجل أودع في الحيوانات الغريزة، ما تحتاج إلى عقل، تمشي على طريق الطريقة التي أرادها الله عز وجل لها. بس الإنسان الله حباه بالعقل وهداه النجدين، فالمفروض عليه أن يطبق هذه الأمور التي أرادها الله عز وجل بالطريقة الصحيحة. إذا ما طبق هاي الأمور شنو تصير النتيجة؟ النتيجة تصير ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة. الآن إحنا المسلمين سنمثل المسلمين، هل حياتنا حياة هانئة هادئة سعيدة أو لا؟ الجواب كلا. ليش؟ لأننا لا أقول الكل ولكن الأعم الأغلب ابتعدنا عن ما قاله الله عز وجل وعما قاله الرسول بأمر من الله وعما قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ابتعدنا عن هذه الأمور. حتى المتدين من عندنا بشكل عام أو الأكثر عندما تشوفه متدين في جانب الصلاة، يصلي في أوقاته، يصوم مثلا، إذا مستطيع يروح للحج ويعمل بعض الواجبات ويترك المحرمات، لا يزني، لا مثلا يغتاب، لا يتهم. أما تدخل في المجالات الأخرى من حياتنا تشوف هل المتدين في علاقته مع عائلته علاقة إسلامية صحيحة؟ هل في معاملته معاملة صحيحة ما بها غش ما بها خداع؟ والأمور هم مو فقط واجبات ومحرمات، عندنا كثير من الأمور من الفضائل. يعني إذا فد واحد أفرضه مثلا في قضية من القضايا المو محرمة استعمل لؤم، وقد لا يكون حراما هذا اللؤم الخاص مثلا، لكن هل هذا من الفضائل أو من الرذائل؟ يمكن يكون مكروه بس هو من الرذائل. وكذلك بعض الفضائل يمكن مو واجبة، الإيثار واجب لو مو واجب؟ مو واجب، لكن من الفضائل. فالنظام الإسلامي نظام متكامل. إذا احنا أخذنا زاوية وتركنا الزوايا الأخرى، مثل أفرض طائرة، هذه الطائرة عندما تراها ترى أن هذه الطائرة مثلا المقاعد مقاعد كاملة، أفرض مثلا الهيكل الخارجي هيكل كامل، بس المحرك ما يشتغل،
هاي الطيارة تقدر تطير؟ لا. أو المحرك زين ما بيها جناح، مع أنه في بقية الزوايا قد تكون كاملة، لكن لوجود نقص هذه الطائرة لا تتمكن من الطيران والإقلاع. حتى بعض الأحيان نسمع أنه صير حادثة طائرات، بعض الطائرات تسقط. ليش هذه الطائرة سقطت؟ لخلل فني بسيط. فتخلل فني سبب أن هذه الطائرة يمكن بيها مليون جزء، مليون إلا جزء واحد مضبوط، بس جزء واحد صار فيه خلل، الطائرة سقطت وقتل من فيها. فالمقصود أنه ينبغي علينا أن نحاول أن نعي القرآن الكريم، نعي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرته، ونعي كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وسيرتهم، ونطبق هذه الأمور تطبيق كامل، حتى الله عز وجل يرحمنا. وإلا الله عز وجل دائما يلطف بنا، لطف الله عز وجل عميم علينا، ولكن نحن يمكن أن بفعلنا نكثر هذا اللطف، ويمكن أن نكفر بالنعمة، فالله عز وجل ينزل علينا العذاب، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآن مثلا احنا نجي للعراق كمثال، وكلكم شاهدتم الظلم الذي كان في النظام البائد والسابق، الذي لم يكن لذلك الظلم مثيل في طول تاريخ البشرية أصلا. إذا تجمع الطغاة والظلمة في طول التاريخ تجعلهم في كفة، وتجعل صدام وزمرته في كفة أخرى، لعله زمرة صدام، كفة صدام وزمرته هي اللي ترجح في الظلم والاستبداد والفتك والقتل وما إلى ذلك. زين، الله عز وجل من لطفه ورحمته بنا أزال هذا الطاغية. زين، هذا من لطف الله عز وجل. كان هسه الأسباب شنو، الوضع الدولي شنو كان، القضايا الداخلية شنو كانت، من راح يشتغل من برا، من راح يشتغل من داخل، هذه أمور ثانوية. الأساس أن الله عز وجل أراد أن يزيل هذه الطاغية. هسه شلون الله رتب الأسباب؟ بعد ذاك عند الله عز وجل. زين، الله أزال هذه الطاغية. زين، إحنا هذا اللطف من الله عز وجل، يمكن الناس حتى ما كانوا يتصوروا أن هذا الشيء راح يزول. الله لطف بنا، من لطفه ورحمته بنا أزال هذا الظلم. نحن التفتنا إلى الله أكثر، حتى الله عز وجل مزيد من اللطف ينزله علينا، أو ابتعدنا عن الله أكثر، حتى هاي النعمة هم اللي إذا لا سمح الله كفرنا بها، وهي إزالة الطاغية، الله عز وجل ينزل علينا عذاب أشد، لأنه رآنا لسنا أهلا لذلك، لا نستاهل هذا اللطف والرحمة. هذا مربوط بنا، مرتبط بنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينبغي علينا والحال هذه أن نحاول أن نتعلم الإسلام كما هو، وأن نطبق الإسلام كما هو، فالله عز وجل راح ينزل علينا نعمة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وإلا فلا. يعني المفروض علينا أن نعمل في هذه الفترة، مو كل واحد يقول أنا شو علي. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي عندما يريد يرعى الأغنام تشوفه أنه دائما ملتفت، دائما ملتفت أنه لا يجي ذئب مثلا، لا يجي خطر، لا يكون فد مثلا خروف من الخرفان يطلع من القطيع، دائما ملتفت. زين، الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع، كل واحد منكم مثل الراعي، لا يقول أنا شعلية، لا، لازم يلتفت. وكلكم مسؤول يوم القيامة، الله عز وجل يسألنا، إذا فد واحد من جوارينا انحرف، واحد من أهل مدينتنا انحرف، يوم القيامة أنا أسأل، الله عز وجل يسألني أن جارك انحرف، أنت شنو تقدر تمنع عن الانحراف لولا؟ فد مرة الإنسان لم يكن يتمكن أن يفعل شيئا، خب معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية أخرى إلا ما آتاها. ولكن إذا كان يتمكن ولو واحد بالألف، واحد بالعشر تالاف، ولم يؤدي ما عليه يحاسب ويشترك في تلك الجريمة أو ذلك الانحراف، يعني في ذلك الذنب.
ينبغي علينا ونحن في هذه الحال أن نتعلم أحكام الإسلام. قلت أحكام الإسلام مو منحصرة فقط في العبادات أو المعاملات، لا، شاملة لكل مناحي الحياة، ونحاول تطبيقها. إحنا الآن في وقت نعيش تحدي كبير خصوصا في العراق. التحدي الأول تحدي من الغرب، التحدي الثاني من المخالفين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، والتحدي الثالث من الناس اللي هم من عندنا ولكنهم يفكرون بطريقة لا ترضي الله عز وجل. التحدي الأول تحدي من الغرب. الغرب حضارة، هذه الحضارة تختلف مع حضارة الإسلام في كثير من المفردات. يمكن احنا في بعض المفردات نتفق معهم، ولكن في كثير من المفردات وخاصة في جانب العلاقات الاجتماعية والأحوال الشخصية نختلف معهم. وهم هسه مو فقط بقضية احتلال العراق، لا، باحتلال أو بدون احتلال يحاولون فرض حضارتهم علينا، مو فرض بالقوة يعني بالسلاح يجي، لا، وإنما لهم أدوات، يعني عندهم مئات بل ألوف المحطات الفضائية والأرضية، عندهم ألوف بل عشرات الألوف من المجلات، من الجرائد، من الكتب، من مراكز الدراسات، من مفكرين، من مثقفين، من ندوات. عندما هذه تجمعها تشوف حاصلها أنهم يريدون أن يفرضوا ثقافتهم على العالم أجمع. حتى هاي العولمة اللي نسمع عنها، شنو هي هاي العولمة؟ العولمة معناه توحيد ثقافة العالم على طريقة الثقافة الأمريكية. هذا حاصل العولمة إذا تريد تلخصها في جملة واحدة، توحيد وثقافة العالم على طريقة الثقافة الأمريكية. مو بالسلاح يجي يهددك أنه إما تفعل كذا أو أقتلك، لا، أدوات عنده. حتى أفلام الكارتون اللي يصنعوها، أفلام الكارتون مليئة بأفكارهم، وهاي الأفكار يبثوها في أذهان الأطفال. أبسط شيء أنه المرأة اللي تطلع في فيلم الكارتون سافرة، فالبنية لما تشوف صغيرة 10 سنوات دائما قبالها نساء السافرات، زين، هاي تركز في ذهنها أن السفور شيء زين مثلا. هذا كأبسط شيء، وإلا مليئة بأفكارهم. حتى هاي الشركات تستخدم عشرات بل بعض الشركات مئات من خبراء علم النفس، ذول يشتغلون أنه كيف يمكن التأثير على الأطفال، التأثير على الكبار، التأثير على الرجال، التأثير على النساء. فنحن أمام تحدي كبير. طبعا إحنا فكرنا أقوى، ليش؟ لأن مثل ما ذكرت الحق والصحيح هو الأقوى، ولكن هذا الأقوى إذا واحد ما عمل به طبعا راح ينغلب. يعني أفرض مثلا واحد بيده سيف وأنت بيدك رشاش، إذا ما استعملت الرشاش هو راح يغلبك في المعركة. أنت أقوى، عندك القوة، لكن ما إذا ما استعملتها ما راح تتغلب. فالحضارة الإسلامية هي الحضارة الأقوى، ولكن بحاجة إلى تطبيق وإلى عمل. ولذا تشوف الآن مع أنه هذه الهجمة العظيمة على الإسلام خلال 20 سنة الماضية، تشوف الإسلام أسرع الأديان انتشارا. حتى في أمريكا كثير من الناس من الكفار النصارى ينتقلون للإسلام، وكذلك في أوروبا وكذلك في غيرها. أسرع الأديان انتشارا في العالم، ليش؟ لأنه هو قوة، قوة الحق معه، مع وجود هذه المحاربة الشديدة وهذا التشويه اللي بعض من ينتحلون الإسلام يشوهون صورة الإسلام بأفعالهم. فنحن الحضارة الأقوى، لكن هاي الحضارة الأقوى بحاجة إلى تطبيق، أولا فهم، ثانيا تطبيق وعمل. أنا أمثل لكم مثال بسيط. المغول حينما بدأوا بغزو العالم، زين، مثل ما غزوا أفغانستان وإيران والعراق، وصلوا إلى حدود مصر، كذلك غزوا أوروبا، غزوا الاتحاد روسيا ووصلوا إلى بلغاريا وإلى أواسط أوروبا وصلوا، زين، بدأوا قوم أقوياء من حيث السلاح، زين، غزوا البلدان الإسلامية. اللي قاومهم
في هذه المناطق يعني في أفغانستان وفي إيران، طبعا هذه المدن كانت، هذه البلاد كانت في وقتها بلاد سنية، يعني إيران أفغانستان كذا، كانوا الشيعة عدد قليل جدا، يمكن 1% أو أقل. اللي قاومهم فقط الشيعة الإسماعيليين، ذاك الوقت كان موجود قسم من الشيعة الإسماعيليين في هذه المناطق، البقية ما حد ما قاومهم. نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه كان مسجون في قلعة من قلاع الإسماعيليين، لأنه هو 12 كانوا حابسي. الإسماعيليون يعتقدون بستة من الأئمة، الإمام الصادق، بعد الإمام الصادق يعتقدون بأن إسماعيل هو الذي إمام، ولحد الآن هذا آغا خان إمامهم، ما أدري 59 60 ما أدري هل مستمر الإمام عندهم. على كل حال سمع علينا بهذا الكلام، كان محبوس في هذه القلعة، قلعة ألموت في شمال طهران تصير. فلما المغول احتلوا هذه القلعة رادوا يقتلوه، بس عرفوا أنه هذا يعلم علم النجوم، هو كان خبير في علم النجوم وفي الفلك، وتدري يعني الأقوام البدائية وحتى الآن هو يعتقدون بالفلك وعلم النجوم وكذا، وحتى الآن كثير من الشخصيات السياسية العالمية يستشيرون منجمين زين حتى يشوفون شنو يسوون أو ما يسوون. فعندما عرفوا أنه يعلم علم النجوم زين جابوا يم هولاكو، فهو استثمر هذه الفرصة، علمه بالفلك والنجوم، ودخل ضمن بلاط هولاكو ضمن هدف. الهدف شنو هو؟ الهدف أنه نحن لا نتمكن من أن نقاوم المغول عسكريا لأنه أقوى من عندنا، ولكن يمكن أن ندخل في عقولهم وندخل الإسلام في أفكارهم. وبالفعل بهذا العمل هو دخل ضمن بلاط هولاكو، أولا حفظ علماء الإسلام وأكثرهم من علماء السنة باعتبارهم منجمين. يعني أي منطقة عندما المغول كانوا يحتلوها كان نصر الدين الطوسي يقول لا تقتلون أحد حتى أشوف من هم المنجمين، فش ما علماء أكو في تلك المنطقة زين يجمعهم بعنوان منجمين. وحفظ التراث الإسلامي والكتب بعنوان أنها كتب التنجيم، لذا تاريخيا هذا الكلام اللي يقال أنه في احتلال بغداد عندما احتلوا المغول بغداد دجلة صار لونها أسود من حبر الكتب وأحمر من القتلى اللي قتلوا في بغداد، هذا كله كذب تاريخي وتزوير طائفي ضد الشيعة، محاولة اتهام الشيعة، يعني فضيلة من فضائل نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه يريدون تحويلها إلى رذيلة. تاريخيا هذا الكلام كذب، مو ثابت أصلا، ما إلى أي مصدر تاريخي سوى التهريج، وعلى كل حال محاولة تسقيط الشيعة بأي كيفية من الكيفيات، لحد الآن في إعلامهم يستعملوا زين. بهذه الطريقة نصير الدين الطوسي حفظ العلماء وحفظ الكتب، بعد ذلك بدأ بالتأثير على المغول شوية شوية، المغول صاروا مسلمين. يعني بين احتلال المغول إلى هذه البلدان إيران وأفغانستان وباكستان وعلى كل حال العراق سوريا هاي المناطق، وبين إسلامهم سنوات عديدة أسلموا، وعدنا حكومات إسلامية مغولية، ذول المغول أسلموا صارت حكومات إسلامية، وحكوماتهم استمرت إلى قبل حوالي مثلاً 200 سنة أو أقل، حكومة المغولية في الهند كانوا مسلمين. المقصود شنو هو؟ المقصود أنه عندما رأى أنه عسكريا لا يمكن المقاومة أمامهم لأن الإسلام أقوى حضاريا، بالطريقة المناسبة أثر فيهم وأسلموا. زين الآن إحنا مقابل أمريكا ومقابل الغرب، طبعا واضح أنه عسكريا لا نقاس بهم، أمريكا ميزانية البنتاغون 400 مليار دولار سنويا، 400 مليار دولار. العراق يبيع من النفط ما يقارب 30 مليار دولار بالسنة أو أقل من 30 مليار، فتشوف أنه 400 مليار دولار فقط ميزانية التسلح العسكري، هذه ميزانيته وأفضل وأحسن التقنيات العسكرية. فأنت في الحال الحاضر ما تقدر تتغلب عليه عسكريا إطلاقا، ولكن لأنك أقوى حضاريا يمكنك أن تؤثر، لأنه هم بشر أيضا، مو كلهم معاندين، دائما المعاندون قلة قليلة، أكثر الناس يجهلون،
ولو علموا الحق يتبعوه. فإحنا أمام تحدي حضاري، ونحن الأقوى حضاريا لو استعملنا أدوات التأثير. يعني الآن هذا الجيش الأمريكي اللي موجود زين 140,000، ذول 140,000 بشر، ألا يمكن التأثير عليهم أو على بعضهم؟ ليش يمكن؟ وبالفعل يعني بعضهم أسلموا. أوائل سقوط النظام كنا في كربلاء، 2 من الجنود الأمريكيين، 1 منهم مسؤول كبير أيضا، يمكن مسؤول كربلاء أو نائب المسؤول كان، جاءوا وأشهروا إسلامهم. إحنا ما كنا ندري الدين هالشكل، الإسلام أشهروا إسلامهم. فالمقصود أنه يمكن، ولكن بشرط أن نحن نتسلح بالعلم ونحاول تطبيق هذا العلم. مقصودي من العلم يعني معرفة الثقافة الإسلامية بمفرداتها، هذا أولا تحدي الغربي، وهذا تحدي كبير. الشيء الثاني التحدي الوهابي السلفي، هذا التحدي الوهابي السلفي، هذا الشيء اللي في العراق ده يصير، في الواقع هو ليس موجه ضد الشيعة، وإنما هو موجه ضد التشيع. الشيعة يعني واحد شيعي، التشيع يعني فكر الشيعة، التشيع هذا موجه ضد التشيع، وهذا تكالب عليه الأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل العالم لمواجهة التشيع. ليش؟ لأنه التشيع هو حق يناسب فطرة كل إنسان، لكن تاريخيا كانوا مخلين حجب أمام هذا النور. فلما أكو حجب أمام هذا النور، الناس لا يرون هذا النور. إحنا لو بس نقدر نرفع هذه الحجب زين، إلا الأعمى اللي ما يشوف هذا النور، أعمى البصيرة مقصودي. أما البصير يرى هذا النور. أنت إذا في صحراء من الظلام أضعت شمعة، علقت شمعة، أي إنسان بصير يرى هذه الشمعة، ولو مليون مرة قالوا له ماكو شمعة ماكو نور. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور، بس أكو حجب بينهم وبين المجتمعات، وهذه الحجب صنعها الظالمون، ولا يريدون لهذه الحجب الزوال. لكن الآن في العراق دا يشوفون أن هذه الحجب دا تزول، فلذا يحاولون تخريب الأمر بأي كيفية كانت حتى تبقى هذه الحجب بين الناس وبين نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، إحنا أمام هذا التحدي، أمام هذا التحدي ماذا نعمل؟ ومتكالبين، يملكون المليارات، يملكون عشرات الدول، يملكون دبلوماسية قوية، يملكون خبرة تاريخية في التشويه والظلم وتحريف الحقائق، عندهم خبرة كاملة في هذا المجال. زين، نحن أمام هذا التحدي، أمام هذا التحدي المفروض علينا أن نعمل بما يرضي الله عز وجل ويرضي الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. وإذا هذا العمل عملناه راح تشوفون أن خلال فترة قصيرة كل هاي الأمور راح تنتهي مع زوال هذه الحجب. أنا ذكرت لبعض الأصدقاء أنه ما حدث في العراق الآن ويحدث حقق انتصارين كبيرين لفكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الانتصار الأول انتصار سياسي، هذا واضح بعد 1400 سنة من التهميش والإقصاء وأمثال ذلك. النتيجة الآن برز الشيعة في العراق، فهذا انتصار سياسي واضح. الشيء الثاني انتصار فكري، يعني الآن العراق تحت المجهر العالمي، أي قضية بسيطة تصير في العراق مئات وألوف القنوات الفضائية راح تنقلها. اليوم اللي اعتقل صدام خذله الله تعالى، خلال ساعة 600 مليون موقع في الانترنت نقل الخبر مع الصورة بديك اللحية الطويلة، 600 مليون موقع خلال ساعة. زين، الآن أحداث العراق تحت المجهر الدولي، كل العالم ده تشوفه. بعد الآن العالم صار قرية واحدة، قضية بسيطة تصير في بغداد في كربلاء خلال دقائق، قبل ما نفس اللي ساكن في المدينة يسمع ذلك الخبر تشوف ذاك اللي في أقصى الشرق وأقصى الغرب سامع هذا الخبر. فكل تصرف من عندنا إحنا الشيعة تحت المجهر العالمي، بس إحنا ما علينا بالدول، علينا بالشعوب. وتصرف الشيعة خلال هذه الفترة الماضية
هذا أعطى دفعة قوية جدا بحيث أن الناس بدأوا يتعرفون في الجملة على فكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شنو ذول الشيعة؟ ليش هالشكل اللي يتصرفون؟ لماذا هذا التصرف الحكيم من الشيعة؟ بالنتيجة إلى وازع ديني، فهذا دينهم وعقيدتهم ومذهبهم هو الذي يأمرهم بهذا التصرف. فالآن الإسلام والتشيع، لو إحنا كنا نصرف المليارات للتبليغ للإسلام ما كنا نحصل هذه النتيجة اللي الآن حصلت، ومجانا لهم تحصل هذه النتيجة بس بالتزام الشيعة وأكثر الشيعة بالأحكام الشرعية بطريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. واحد من أصدقائنا يسكن في أمريكا، هو قال لي أنه قبل أحداث 11 سبتمبر الأمريكان كانوا ينظرون إلى الإسلام نظرة واحد مثل واحد متقدم ينظر إلى متخلف هالشكل، دول متخلفين ودينهم دين تخلف هالشكل. بعد أحداث 11 سبتمبر تحولت هاي النظرة إلى تقزز من الإسلام ونفور شديد من الإسلام وكراهة إلى الإسلام. أما بعد أحداث العراق فجأة التفتوا أنه لا، أكو إسلام شيعي أكو إسلام غير شيعي، والإسلام الشيعي ضحية للإرهاب كما هم صاروا ضحية للإرهاب. فتعدلت النظرة، لا، أكو إسلام آخر، إسلام متعقل، إسلام يأمر بالعفو، يأمر بالصبر، يأمر بحقوق الإنسان، يأمر بالديمقراطية، يأمر بالانتخابات. زين، فلذا الآن سمعة الشيعة في كل العالم ارتفعت شوية. هسه احنا نستثني بعض الدول العربية لأن الشعوب فيها ضحية الإعلام المضاد، لكن بشكل عام صوت التشيع ارتفع، والآن الإسلام الشيعي إسلام مطروح. وهذا الإسلام لا، مو فقط السلفيين ومو فقط الوهابيين، لا، أكو إسلام آخر هو ضحية لهؤلاء السلفيين ولهؤلاء الإرهابيين. هذا نصر فكري ونصر لفكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صحيح إحنا قد نتألم نشوف أنه عندنا قتلى وشهداء وتعذيب وسيارات مفخخة، بس تقصد الشيعة فقط وقاتل مسؤولين الشيعة فقط، إذا مسؤول مثلا غير شيعي يدافعون عنه، مو أنه فقط لا يقتلونه، إذا شرطي غير شيعي ما يسووا له شيء، شرطي الشيعي يقتلوه. زين، مثل زمان صدام عندما حضروا الحزب الشيوعي اعتقلوا قادة الحزب الشيوعي، الشيعي الشيوعي قتلوه، السني الشيوعي كم يوم حبسوه بعدين أطلقوا السراحة مثلا. بس إذا شيوعية مو زين ماكو فرق، وإذا زين ماكو فرق، لكن حالة الطائفية حتى إلى هذا المقدار. على كل حال المقصود أنه ما دام أن هذه الأحداث تحت المجهر الدولي، إحنا غير هذه الجهة أيضا نطلب رضا الله عز وجل، فينبغي علينا أن نلتزم بما يقوله الشرع التزاما كاملا. على كل حال المقصود نحن في هذه الحالة يجب أن نكون بمستوى الحدث، لا تأخذنا العاطفة، نعمل بما يرضي الله عز وجل. وفي الحال الحاضر نحن نتصور أنه المشاركة في العملية السياسية بقوة بالطريقة الصحيحة مو معناه أنه نؤيد الأخطاء، لا، وإنما المشاركة في العملية السياسية لاستلام السلطة بطريقة صحيحة اللي الغرب والشرق يفهمها، ونحن لا نريد ظلم الآخرين. هذه هي مقدمة راح تكون حتى لإنهاء الاحتلال. الآن تشوفون ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية تم احتلالها من أمريكا. زين، الآن اليابان ثاني اقتصاد في العالم وألمانيا ثالث اقتصاد في العالم. أول اقتصاد هو أمريكا، ثاني اقتصاد اليابان، ثالث اقتصاد ألمانيا. شنو السبب؟ شالوا السلاح بوجه أمريكا؟ لا، السبب أنه بنوا أنفسهم. عندما بنوا أنفسهم شوية شوية بالتدريج أمريكا ما تقدر تسوي شيء، حتى في القرار السياسي هم يقدرون يخالفوها، مثل ما حدثت في قضية العراق، ألمانيا وقفت بوجه أمريكا مع أن القواعد العسكرية الأمريكية لحد الآن موجودة في ألمانيا. اتفاقا أي حركة عنيفة صارت، أي حركة عنيفة صارت خلال 100 سنة الماضية ضد الاستعمار كانت فاشلة، والحكومات اللي جاءت بالثورة المسلحة وبالسلاح ضد الاستعمار هذه الحكومات كانت أسوأ من الاستعمار، والناس قاموا يحنون في تلك الدول إلى زمان الاستعمار. شوف هاي الدول العربية، دول غير العربية، أفريقية، دول في أمريكا،
في آسيا اللي قاوموا الاحتلال بالسلاح. الآن الناس يتمنون زمان الاحتلال، مو هاي فيتنام من أفقر دول العالم، والناس يتمنون يقولون يا ريت أمريكا ترجع لنا، مع أنهم بالسلاح طردوا أمريكا. وكذلك في كثير من الدول العربية، لأنه السلاح إذا ماكو وراء ثقافة راح يجيب حكومة أسوأ من الاستعمار، في حين أنه إذا صارت ثورة ثقافية وفكرية. الآن الهند تشوفوها، الهند أكبر ديمقراطية في العالم ومن الاقتصاديات الكبرى في العالم، خلال 50 سنة يمكن تصير ثاني اقتصاد في العالم بعد الصين. الهند مع أن الهند بيها ما يقارب 300 لغة، 300 لغة مو واحد اثنين. هسه إذا في العراق أكو مثلا العربية والكردية والتركمانية مثلا ولغة لغتين أخرى صغيرة، في الهند أكو 300 لغة. الآن اللغات الرسمية في الهند أكثر من 10 لغات، لغات رسمية. وفي الهند أكو أكثر من 300 دين. الإسلام أحد هاي الأديان، الهندوسية أحد هاي الأديان، النصرانية أحد هاي الأديان، 300 دين وقوميات مختلفة من الأسود الأسود إلى الأبيض الأبيض. زين، تشوف أنه الآن 1 مليار إنسان أكبر ديمقراطية في العالم. ليش؟ مع أنه وسائل الحروب الداخلية والتمزق موجودة، أديان مختلفة بالمئات، قوميات مختلفة، لغات مختلفة. لماذا الآن أكثر من 55 سنة، ما يقارب 60 سنة، ديمقراطية مستقرة؟ ليش؟ لأنه الثورة اللي قامت في الهند ضد الاستعمار البريطاني كانت ثورة ثقافية فكرية. غاندي عندما بدأ بالثورة بدأ ثورة ثقافية فكرية، قال ما دام شعبنا ما يفهم هذا الاستعمار راح يستمر عليه، 300 سنة كان الاستعمار يستمر 300 سنة أخرى. أما إذا الشعب ما فهم، حتى لو إذا قام بالسلاح طرد الاستعمار من الباب راح يرجع من الشباك بطريقة أو أخرى. مو هاي الجزائر 1 مليون شهيد طردوا الاستعمار الفرنسي، الآن الاستعمار الفرنسي مسيطر، طلع من الباب رجع من الشباك وأسوأ أهم رجع. فالمهم أنه نغير عقول شعبنا. هاي الآية القرآنية هم تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زين، فعندما الشعب الهندي الثقف ووعى، الاستعمار أوتوماتيكيا اضطر للخروج، لا سلاح ولا قتيل في هذا السلاح ولا كذا. ما دام يفهم، زين، ما نجر وراء العاطفة. الآن حوالي ما يقارب 60 سنة ديمقراطية مستقرة. أما نحن إذا انجررنا وراء العاطفة، حتى لو شلت سلاح، حتى لو طردت في أمريكا، راح ترجع من الشباك وأسوأ. أما إذا صار هناك ثورة ثقافية داخلية، تغيير ما بأنفسنا صار، بدأنا نفهم، في ذلك الوقت الاستعمار هو أوتوماتيكيا راح يطلع بدون أن أنت تخسر قطرة دم واحدة. هذا التحدي الثاني، اللي هو التحدي من المخالفين أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. التحدي الثالث، تحدي من بعض الشيعة أنفسهم الذين لا يفكرون بالطريقة السليمة، يفكر أنه إذا في كل شيء تبع حتى في الثقافة تبع الغير فهو يكون مرتاح. طبعا هؤلاء الجماعة ليست لهم شعبية، لكن إذا احنا ما نشتغل شوي شوي راح يصير لهم شعبية، وراح الناس يعتقدون بكلامهم، وراح ترجع الأزمة بشكل آخر. هذا التحدي الثالث. فعلينا مقابل هذه التحديات الثلاث، أولا احنا نتعرف على تعاليم الإسلام، قلت فقط تعاليم الإسلام مو الجانب الفقهي، في كل مناحي الحياة. الشيء الثاني، نحاول تطبيقها ونحاول تعليمها، ولازم يكون عندنا صبر. كل الأمور ما راح تصير خلال ساعة واحدة وخلال يوم واحد وخلال شهر واحد، بعض الأمور بحاجة إلى سنوات. وهذا هي سنة الله، وهذه هي سنة الله عز وجل في هذا العالم، أن الأمور تصير بالتدريج. فالطفل إلى أن هذا الطفل يصير عالم أو يصير دكتور أو مهندس كم سنة يحتاج له؟
من ما هو جنين إلى أن يصير فد خبير، يحتاج 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة وأكثر. زين، كذلك كل الأمور، كل الأمور تصير بالتدريج، بس الإنسان لازم يسلك الطريق الصحيحة رح يوصل. يعني إذا أنت الآن تريد تروح إلى مشهد، بالطريق الصحيحة إذا مشيت، حتى لو مشي تمشي رح توصل، ولو بعد شهر بعد شهرين. أما إذا سرت بالطريق غير الصحيحة، ولو كان عندك طيارة وتسير بالساعة 1000 كيلومتر، كل ما السرعة تزداد أكثر أنت تبتعد عن الهدف أكثر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا في العراق إلى ما فيه رضا الله عز وجل، وأن يأخذ بيد العراق وأهله إلى حيث الإيمان والحرية والرفاه والسلام، وينقذنا وإياكم من براثن الإرهابيين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.